شايفهم بس مش هيني. امال فين؟ في مصر. انت راجل بتخرف والله جاي عقلك. هو فاكر ان مصر بعيدة علي؟ ده انا ابو عبد. مين هو؟ حسين النور ابن اخوي. هو اللي سارقه. ومن غيره؟ حسكي دي نسافر مصر رجلي على رجلك. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. انا مسافر لوحدي. ومين ياكلك؟ ومين يغطيك؟ ومين يلبسك؟ وسامي وانا ما بلغتش الرز لسي. تطلع تنزل يا نسافر ساوي يا نقعد ساوي. ما هو مال قلبي ما يطوعنيش اسيبك تسافر لوحدك ابد. اعوذ بالله من النسي ومن دلع النسي. اخص عليك يا مبروك. وانتوا تقدروا تعيشوا من غير النسي؟ وانتوا تقدروا تعيشوا من غير الرجاله؟ لا بس خلاص نسدي حقك معايا على مصر. ايوه وجعتك سودا يا حسين. وجعتك سودا يا حسين. وقعتك سودا يا حسين. لكام ده؟ يمي ايه الخواجه دي؟ امال انت فاكره الناس ما جمال؟ لكام ده يا ابو العزايز؟ اتفضلوا. عزمني. اتفضلوا. خواجات وعزمني. ايوه ما هم عارفيني. ولا يا زعل ايه؟ دول الشون. حاضر. يلا. عزمنا عزمنا. لسه ما وصلناش؟ لسه بدري. انا حصل لي ارتجاج في مخي يا اخواتي. دوخ اهلا وسهلا يا اكسلانس. نعم اكسلانس. دي يعني عواف باللافرنكي. يعني السلام عليكم. وعليكم السكسلانس ورحمه الله وبركاته. أنا من أعيان كفر البلاص. أوه أشانتي شرف كبير. كفر البلاص دي يا سلام. إيه تعرفني؟ وإذا كانش يعرفها كانوا حيضيفونا إزاي؟ أهلانيني وسهلانيني. باردون امسك أبارتمون حضرتك مش كده؟ إيه برطمان يعني إيه يا مان؟ يا نهار اسمي. أنت ما تعرفش برطمان يعني إيه؟ أبدا. إيه؟ يا برطمان يعني إيه يا مرات عنه؟ قال لكم برطمان قولوا له برطمانين ولا لازم تبينوا هوبري؟ ايوه برطمان. ايوه بس محشي كراميلي. ايه عبدو تعال لحضرته والخضريته والخضريته التاني كله النمر 16. اتفضل يا بيه. نمره كام قول؟ 16 يا بيه. اتفضل. 16. يلا اتفضل. يا اولاد وجهه. ايه شايف البساط دي؟ مش دي اللي هناك يا جمس؟ يا نهار ملخبط بستين نيري. سعاده البيت ما نقدرش ناخد البساط ده نلف ونروح بيه البلد. والله فكري. بعدين صاحبات البيت يقولوا علينا حرامي. لا ما يصحش برضه فيني. يلا بينا. يلا اتفضل. طلع عبده. مستكة يا ترياء النفوس المخستكة. تكفينا شر الغربة والدماير الملعبكة. يا رب